سجلنا 1283 حريق بمساحة إجمالية تقدر ب 9165 هكتار، أي بمعدل 20 حريق يوميا، وكل حريق يعني يلتهم 7 هكتارات. إذا شفنا الحصيلة من أول جوان إلى 25 جويلية، كنا سجلنا مساحة إجمالية تقدر ب 4277. الأيام اللي كانت فيها كثرت فيها الحرائق هي أيام يمكن وين مصالح الأرصاد الجوية كانوا بعثوا بالبلتان ميتيو وقالوا باللي فيها درجة حرارة مرتفعة، هي يوم 26 27 و 28 جويلية سجلنا حرائق 207 حريق، أي بمعدل 69 حريق يوميا. كانت يعني شفنا الوتيرة طلعت وكانت الحرائق سجلنا 3049 هكتار، منها 1033 هكتار في الغابات. إذا كان شفنا في أيام العيد، في أيام يومين تاع العيد، سجلنا في اليوم الأول 59 حريق، في اليوم الثاني سجلنا 75 حريق. كانت الولايات المتضررة هي ولاية الطرف، جيجل، سكيكدا، بجاية، تيزي وزو. احنا نحسبوا غير فيما يخص حرائق الغابات، لكن عندنا معلومات بان الاشجار المثمره ثاني نقصت، خلايا النحل نقصت، يعني كاين كما نقولوا احنا المصالح الخاصه للمواطن نقصت. العمل البشري كيف يتسبب؟ يقدر يكون الانسان، احنا عندنا في من العادات تاعنا نقوم بعمليه تنقيه قدام يعني المنازل تاعنا او المحاصيل تاعنا، ونحبوا نحرقوا هذيك البقايا، ولكن ما ناخذوش احتياط تاعنا. الاحتياط هو كيفاش يكون يعني نقدروا نديروا يعني سهريج من الماء، ويعني نديروا واحد او اثنين او ثلاثه من الافراد باش اذا كان حريق هرب لنا نطفيوه. نشوفوا باللي الاعمال هذه شكون يقوموا بها؟ يقوموا بها الناس اللي يكونوا اكبر في السن، يعني ما كي تهرب لهم من الحريق ولا يهرب لهم ما يقدروش يسيطروا عليه. اذا رحنا لعمليه الشواء، كاين الناس اللي تتنقل الغابات باش تنزع، على بالكم باللي الشواطئ راهي ممنوعه دوك، ويروح للغابه كذلك الناس هذه ما تاخذش احتياطات تاعهم، وصبنا حرائق اللي انطلقت من هذا من عمليه الشواء. اذا رحنا يعني حال المصدر واحد اخر، كاين الناس اللي تحب توسع المنطقه باش تغرس، تحب توسع المنطقه باش نقولوا احنا باش ترعى على المواشي تاعها، باش ترعى تجدد الغطاء النباتي. هادو هما تقريبا هادو هما الاسباب اللي صايرين في هذه الايام. عندنا 4 ملايين و100 الف هكتار من المساحه الاجماليه. هذه يعني احنا الوسائل تاعنا راهي ما تكفيش، المهمه تاعنا هي الحراسه، التبليغ والتدخل الاولي. كل هذه العوامل وكل يعني احنا ثاني رانا مخصوصين في العتاد، مخصوصين في اليد العامله، كل هذا ياثر علينا في العمل تاعنا. فيما يخص الثروه الغابيه، هي الثروه الغابيه هي ملك للجميع، كل الجزائريين يسالوا فيها، احنا رانا كمسيرين على هذه اللي نقول انايا، تكون اليقظه والحذر، حمايه الغابات مسؤوليه الجميع.